هتكلم معاكم النهاردة عن الكلاود كومبيوتينج. It's a developed technology based on transferring the processing and storing of the information from the computer to a cloud, and this cloud is a server or number of servers which can be accessed by the internet. الكلاود كومبيوتينج أو السحابة الإلكترونية أو الحوسبة السحابية اللي هي بقدر أعمل مشاركة للفايلات بتاعتي، أعمل لها شير من خلال السيرفر الموجود عندي من خلال الانترنت، بس اهم حاجه يكون عندي جهازي متوصل بالسيرفر اللي هو كونكتس انترنت. مين كومبوننتس اوف كلاود كومبيوتينج؟ المكونات الرئيسيه للحوسبه السحابيه او السحابه الالكترونيه اللي هو السوفت وير، الابلكيشن يكون موجود عندي على الجهاز زي الوورد او الاكسل شيتس، بلاتفورم يكون عندي عمليه تنظيم الملفات، بعد كده انفراستراكشرز اللي هو بيكون عندي الهاردوير او السيرفر، بعد كده كلاود كومبيوتينج سيرفيسز الخدمات اللي بتقدمها لي الحوسبه السحابيه، ايميل سيرفيسز اللي هو جوجل والياهو، كلاود ستورينج سيرفيسز وان درايف وجوجل درايف، كلاود ميوزك اي كلاود وساوند كلاود، كلاود سوفت وير فوتو شوب اكسبريس. امبورتنس اوف كلاود كومبيوتينج، اكسس يور دوكيومنتس فروم اني وير ثرو ذا انترنت، ديكريزينج ذا كوستس اوف يوزد هاردوير، نو نيد تو هاف سوفت وير لايسنسز، it can be used different files, connection to different websites, no needs for maintenance costs. Disadvantages of cloud computing: exacting of personal information on the internet. You can't access your informations if there is any damage in the cloud service. The cloud computing service provider can decrease the storage unit capacity at any time.